تونس عن استهجانها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات المنشورة مؤخرا في بعض وسائل الإعلام لوزيرة الهجرة والإدماج الإسرائيلية حول تشجيع حكومة تل أبيب للتونسيين من أتباع الديانة اليهودية على الهجرة إلى إسرائيل واعتزامها منحهم مساعدات مالية وامتيازات لذلك بزعم أنهم يعانون أوضاعا اقتصادية سيئة في تونس. وقالت وزارة الخارجية إن تونس تلقت بكل استياء هذه التصريحات التي تشكل تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تنطوي على دعوة غير بريئة إلى مواطنين تونسيين للهجرة إلى إسرائيل. ويقولون لا ما تمشيوش، خاطر سمعوا اللي قالوا يمشيوا الناس وبيخرجوا الكل. قلت لهم أنا ما نمشي حتى البلاصة، أنا بلادي كتونس يا ولدي ما نمشي حتى البلاصة. احنا مش يهود تونس، احنا تونس يهود قبل كل شيء، تونس يهود رانا احنا معناها اليهود هما الاولين دخلوا معناها الجربة. انا في تونس مي قبل ما اليهود احنا تونس حق يعاونونا. وطلع زاد طلعوا التوانسة بخاخهم نظاف، معناها ما عملوناش بعد الثورة بمعاملة خايبة. رعاونا عصوا علينا ما تخافوش، نخرجوا للسوق انا وبنتي نشوف ما نحبوا في الكرم. كوني عايشين يهودي من إسرائيل وكانوا يجونا جماعة من إسرائيل يعملوا ضروريات من تونس الزربة، يشوف العام تلافين تلاف من يهودي إسرائيلي، وبعد روحوا كانوا اختار 20 واحد فضلوا هوني. وقت الثورة هذا خافوا الجيش وصلوا حتى تونس ومشاو شافوا نصبت أكو ما شوف، مشات فاميليا واحدة من تونس لإسرائيل، أما ما مشى حتى حد، خافوا اختار خافوا قدام نشبت غادي خافوا قدربوا هذا خافوا صفروا. تم 4 فاميليات مشاو لمارسي ورجعوا بعد 8 أيام وبقي يكون قادو. وهوني ما مشى منا حتى حد من جربة وجريش، حتى واحد ما مشى. يا أخي ولا حبيبي يمشي بشدوه، لو كان أنا نحب نمشي حتى واحد ما يشدني نمشي سيب نمشي تماش بلا ما روحي بنمشي. لا اللي ما راح يمشيش مش لازم يقولوا له يجي قوم يمشي بالسيف، تي لاخا يقولوا حيعطيهم فلوس. تي اسرائيل زوبر اكثر من اليهود اكثر من لينا. هما 67 وقتك الحرب بجوا تاع يهود غادي وقتي في اسرائيل ودخلوا بورصه على اليهود في تونس، على اليهود في تونس معناها حرقوا لهم الحوانت تاعهم ودا. والبعض منهم مشاو والبعض من قعد هتر شوية على اليهود، وبعد وقت هبطوا وعمل خطاب ولو بعدين نشكر قعد. ما عنا حتى علاقة بينا كتوانسة، احنا ما عنا حتى علاقة بينا برا يهود، ما عناش معنا علاقة لنا. أما إسرائيل مش فيها معنا توانسة لنا، احنا ما عنا علاقة كتونس تعنا. عايش وين في تونس؟ عمري ما جبت حاجه تاع كونترا في الجبال وفي الجبال ولا خطر بالاساس، خاطر باش ما نحبش يطردوني ولا باش تحب يجوني معنا نمشي بغفله نغادر تونس. ما نحبش نحب نقعد رايد في تونس، قد وقتي نخدم برشا ناس يخدموا الترافيك ويخدموا هذا، وقتي يجي يحصلوا يهربوا برشا مطاف يهربوا. انا ما نحبش نبيع الكل، نحب نقعد هنا. انا عندي قد ما عندي ما خدمتي وقد ما عندي خدمه لكل عمري البشكيت بتونسي، وعمري ما وقفت عند حاكم وقد بولشي كل صحابي ونعرفهم خاطر خدمتي في الغريبه، لا عمري معنا نقف على البوليس.